رجعنا لكم تاني مع الفقرة التانية، والنهاردة طبعا بعد غياب مجموعة من الحلقات رجعت معانا نيفين. صباح الخير يا نيفين. صباح النور يا محمد، صباح الخير على كل مشاهدين برنامج كل الناس نيوز. قبل ما أبدأ البرنامج أحب الأول أشكر أصدقائي وأشكر أسرتي وأشكر محمد والفنانة العظيمة سوسن وأشكر ضيفتنا بشار، لأن كلهم طبعا وقفوا جنبي وادوني الطاقة الإيجابية إن أنا أقدر أكون دلوقتي موجودة معاكم. النهاردة هنتكلم، وأحمد كمان وأحمد جوزي طبعا لازم أشكره، مامتي كمان، والدتي، ربنا يخليكوا لي يا رب. النهاردة هنتكلم عن برج الميزان، وإحنا طبعا برج الميزان بيبدأ من 23/9 لحد 22/10. شعارهم في الحياة هو التوازن. النهاردة مع ضيفتنا بشاير هنعرف كل حاجة عن برج الميزان، هنعرف المميزات والعيوب من الناحية العاطفية والمهنية والأسرية وكل حاجة كل إن حاجة. شاء الله، وهنقرأ التاروت كمان المادية والمادية أهم حاجة أساسي. والمهنية. اهلا بك يا بشاير. اهلا طبعا ضيفتنا بشاير منورانا كالعاده في كل الحلقات ان شاء الله. عايزاكي تكلمينا وتعرفينا مميزات وعيوب برج الميزان. برج الميزان عايز الحاجه يعني زي كما قال الكتاب، يعني حتى في البيت بتبص تلاقي لازم الحاجه دي تبقى مكانها، لازم شبشب التويلت يبقى للتويلت، لحاجه المطبخ للمطبخ، فدي تبقى ضاغطه اعصابه طول الوقت. عايز استقرار مادي، عايز الحياه تبقى ماشيه حلوه فيها انتظام، ما بيحبش المشاغبات، ما بيحبش المشاكل، ما بيحبش يحط نفسه في حته فيها ضغوط، مع انه هو طول السنه كان مضغوط بصراحه. فاحنا النهارده نفتح عليه بالتاروت ونشوف دنيته فيها ايه ان شاء الله. يا برج الميزان، تعبت قوي السنة دي وكنت مضغوط مع اللي منك وفي الشغل، وكان بره البيت وجوه البيت، و استنزفت كتير من طاقتك بالنسبة للي كانوا مرتبطين بحب اللي هم طبعا مش متزوجات، مع شخص لعب على أعصابك طول الوقت، مفيش ولا كلمة كانت عنده صح أو صادقة لمدة من 3 لـ4، يا شهور يا سنين، هي فترة طويلة تعبت فيها قوي. واخيرا قررت ان انت تديله ظهرك، لان هو مفيش ولا وعد نفذه ولا كلمة صدق فيها، واكتشفت كتير قوي في الكذب، واكتشفت حاجات كتير. يعني انت اصلا كنت مآمن، فالعلاقة دي بكل المقاييس مش تامة. واخيرا انت كده كده بعد ما هو ضغطك واستنفذ كل طاقتك، انت خلاص صرفت نظر عنه، وفي حد جديد بيحاول ان هو يقرب، انت هتحاول معاه، وبدأت تشوف فيه حاجات كويسة ما كنتش شايفها في الشخص التاني، او كان الشخص التاني بياخدها منك انت بدون اي حاجة ليك او بدون اي اضافات لحياتك، فانت تعبت قوي معاه. يا برج الميزان، انت جايلك فلوس حلوة، وشغلك اللي انت مضغوط فيه هتجدده يا هتكمل فيه بس بطريقتك. الحب الجديد ده هيحاول يستميت ان هو يعمل معاك حاجة او يتواصل معاك، بس انت للأسف بعد ما هتمشي معاه كويس شوية هترجع تاني في حاجة في قلبك مش قادر ان انت، حتى لو مش على الشخص اللي انت كنت تعبت منه ده، حتى لو حد اقدم او حد جد وكان في الماضي، هترجع تاني بظهرك. انت تعبان قوي مع حد عندك في البيت، بس هيبقى كويس فيما بعد، ان كانت ابنه او ابن الدنيا هتبقى كويسه. بالنسبه للي مش مرتبطين، هو الارتباط السنه دي ده اكيد، السنه الجديده هيرتبط باذن الله، بس الشخص اللي راجع لك بيحاول يجيبك ماديا اكتر، لان انت خلاص بدات تحس ان الحب ده قصه فاشله، ومش عايز ترجع بظهرك تاني بعد ما كنت بتستميت في الحب. هو خلاك تاخد حذرك اللي قبل دوت، وخلاك ان انت تراجع نفسك، فانت هتلعب على المادة الايام الجاية. في عرض حلو قوي عليك، في عرض حلو ليك الايام الجاية من شخص كان في الماضي وراجع، بس انت مش هتديله كل الصراحة زي الاول، انت هتحاول تخليه يجيب كل اللي عنده، وتحاول تاخد اجمل عرض او اقوى عرض، ان انت تكون انت المستفيد.
لان انت حسيت ان انت ايه اتخدعت كتير، تعبت كتير، فهتنتبه لنفسك قوي الايام الجايه، ومش هتكون صريح، ما تزعلش مني، مش هتكون صريح قوي مع كل الناس، لان انت جربت الصراحه تعبتك وخسرت فيها صحه ونفسيه. وبالنسبه للمتزوجات الدنيا هتتظبط شويه، لان انت خلاص بطلت تناهد، يعني دنيتك هتبتدي تظبط، بطلت تناهد، بطلت ان انت تحاول تعمل كل حاجه بدقه قوي، يعني تحاول دلوقتي تاخد ريست شويه. في حياه حلوه للابناء، هتخليك انت ترتاح نفسيا، لان كان عندك حد مضغوط وضغطك. انت كمان الايام الجايه على راسك ريشه كده او حاجه حلوه، هتعلى في منصب، هتعلى في حاجه، جاي لك فلوس كويسه هتحسسك بالاستقرار والامان، والحب جاي بقى بعد الارتياح النفسي ده، لما انت هتبتدي تقريبا، يعني طول ما انت كويس كنت بتتعب قوي، فدلوقتي لما هتبتدي انت يبقى عندك حبه من المكر شويه، او حبه من الاحتياط زي ما بيقولوا، بلاش مكر عشان انت طيب اصلا، فالدنيا معاك هتظبط. عندك فرحه السنه دي، واللي عنده ابناء هيرتبطوا، لان هو قايم نايم باولاده، ولاده كل دنيته. عندك فلوس جايه كويسه جدا، وهتحس بالامان والاستقرار، دنيتك هتبقى حلوه. السنه دي بتاعتك ان شاء الله فيها وعود حلوه، فيها مناصب، فيها ارتياح نفسي، خلاص هو دنيتك الحمد لله هتظبط. دي اخر مراحل التعب، شهر 12 ان شاء الله، ولو ان هو من اخر 11 بيظبط. حلو قوي الكلام ده، يعني كده برج الميزان عنده حاجات كتير حلوه، وعنده تفاؤل، وعنده بدايه ان شاء الله مع السنه الجديده هتبقى حلوه ان شاء الله. فيعني نستبشر خير، لان دايما الميزان من الابراج اللي بتدور على المثاليه، يعني دايما بيبقى محتاج المثاليه والاستقرار في حياته، زي كفتين الميزان، وعمر كفتين الميزان ما عمرهم ما بيستووا، فدايما حياته بتبقى فيها شيء من الهزه، او فيها شيء من طالع او نازل، طالع او نازل. تمام. طيب بما ان احنا في شهر 12، فلازم طبعا اصدقائنا اللي في برج القوس برضو باعتين، عايزين يعرفوا ايه المميزات والعيوب، وفي نفس الوقت عايزين تقرا لهم الطاروت. اوكي، نبتدي بالطاروت عشان بياخد وقت وبعدين نتكلم. اوكي. وبصراحه القوس السنه دي يعني اتحرر وما اتحررش، يعني هو اتحرر من حد كان تعبه نفسيا قوي، وطول الوقت بيستنزفه كطاقه، كشخصيه يعني على طول مهاوده مهاوده، بس بدا يتمرد خلاص. اللي متحرروش بيحاولوا يظبطوا كفه الميزان بتاعهم، لان دنيتهم برضو ايه واحده واحده. هو على فكره السنه دي هتظبط الدنيا معاك يا برج القوس، هو تقريبا خلاص هي كل المراحل اللي مرت السنه اللي فاتت باكتر الابراج هتتظبط زي ما قلت قبل كده، لانه كانت السنه اللي فاتت باديه بزحل، فالسنه دي الحمد لله. على فكره برج القوس، انت دخلت مشروع او بتجتهد في حاجه وخايف قوي، لا ده انت كمل واتبسط، لان جاي لك فلوس حلوه قوي، هتفرح وهتعلى، انت طموح وهتحقق نجاحك، والناس اللي قالت عليك هتفشل لا، انت هتبقى اقوى منهم واحسن منهم. عندك حب جديد، الحب الجديد هينعشك، هيخلي حياتك حلوه، بس انت مش هتقول نعم وحاضر زي الاول، انت هتبتدي تتمرد وتقول رأيك، لأن انت كنت قبل كده ما جربت نعم وحاضر، دي تعبت أعصابك. كنت مع شخص يكاد يكون عايش لحياته، انت دلوقتي حتى لو معاه بتقرر الانفصال، يعني في ناس انفصلت وفي ناس لسه بتقرر، لأن انت خلاص الدنيا معاك جابت آخرها زي ما بيقولوا. في حاجة حلوة بنجاح كبير هتعوضك الحياة الوحشة اللي انت عشتها دي، على فكرة على مستوى شغل، وفي حبيب يا من الشغل يا قريب من الشغل، وهيكون سند، وانت الايام الجاية لو ما لقيتش الحب بالتبادل مش هتتعامل، لان انت تعبت جدا وارهقت قوي. ابشرك جايلك فلوس حلوة قوي، جايلك ارتفاع على المستوى الشخصي، ان انت هتبقى معروف، هتبقى مشهور، هتبقى ناجح قوي، قلبك هيتداوى. الشخص اللي معاك اللي بيوعد ما بيعملش اي حاجه، او الشخص اللي معاك اللي طول الوقت ضغطك وعايش مرحله المراهقه برغم سنه، ولا سائل فيك ولا في اولاد، في اللي انفصلوا ومش عارفين ياخدوا حقوقهم،
وفي ناس اصلا استعوضت ربنا وربنا هيعوضها من سكك تانيه، في عقد حلو كتبته قريب او غيرت شغل او حاجه، ابشر الدنيا حلوه قوي. في جواز لناس في السنه الجديده اللي هم انفصلوا، في رجوع لشخص انت ممكن تقرر او لا من ان انت كنت منفصل عنه، يعني حد كان مرتبط بيك ان كان محبه او زواج هيحاول يرجع، وانت طبعا اللي هتقرر او لا بشروطك. بس بقول لك ما تتنازلش، لان لما اتنازلت قبل كده الدنيا معاك ما كانتش حلوه وانت اللي بقيت تخسر، وفي هو على حساب اعصابك. وفي ناس مستنيانا علشان تعرف مين اللي فاز في الحلقه اللي فاتت. اوكي. طيب النهارده يا اصدقائي ان احنا متعودين كل حلقه ان احنا بنقدم سؤال وبنقدم اثنين فايزين. نيفين نبدا بالسؤال الاول. نبدا بالسؤال. السؤال: مطعم تجور بيقدم جايزتين، الجايزه الاولى قيمتها 250 جنيه، اما الجايزه الثانيه عدد دعوه للعشاء، دعوه للعشاء لعدد فردين. تمام. السؤال: ما هو اشهر وجبه في مطعم وكافيه تجور؟ تاني هو السؤال. ده السؤال ده: ما هو اشهر وجبه في مطعم وكافيه تجور؟ طبعا بعد السؤال احنا بيطلع رقم التواصل معانا على الواتس على الشاشه، تبعتوا لنا على الواتس وتقولوا لنا اجابات السؤال، ومستنيينكم طبعا. هنعرف مين اللي فاز الاسبوع اللي فات من خلال السحب اللي هنعمله دلوقتي. استاذ ماهر محمد سليمان. ده فاز بايه؟ ماهر محمد سليمان 250. 250 مبروك، الف مبروك. الدعوه للعشاء الفردين الاستاذ، لا دي استاذه، استاذه ناهد عبد الفتاح احمد. استاذه ناهد عبد الفتاح احمد مبروك، الف مبروك. اصدقائي انا هيسكن ان شاء الله لما تروحوا مطعم وكافيه تجور في اي وقت بالنسبه للناس اللي فازت بدعوه العشاء، روحوا في استقبال رائع جدا من استاذه حنان رئيس مجلس اداره المطعم والكافيه، استقبال جيد جدا من كل العاملين الموجودين في المكان. هتحس برقي المكان، قد ايه المكان جميل جدا على النيل، وقد ايه كمان المكان هادي قوي. هتحس ان انت ممكن تعمل فيه حفلات عيد ميلادك، خطوبه، هتلاقي المكان أو عيد مميز زواج. او عيد زواج كمان، فالمكان مميز جدا، احب ان انتم تزوروه وتشوفوه. الحاجه الثانيه ان احنا ان شاء الله عندنا الحلقه اللي جايه قريب قوي، هتبقى يوم الجمعه اللي جايه من الساعه 8 ل 9 صباحا، انتظرونا يوم الجمعه، وعندنا لكم يوم الجمعه مفاجآت حلوه قوي، يعني بجد عاملين مسابقات كتير وعاملين جوائز كتير، وهنعرف مين اللي فاز. يعني ابعتوا لنا النهارده وبكره علشان نعرف مين اللي فاز الحلقه اللي جايه ان شاء الله. نيفين تحب تقولي ايه؟ احب الاول اشكركم جدا زي ما قلت في الاول، لاني انا كنت متابعه الحلقات لما كنت قاعده في البيت، وكنت بتتكلم عن موضوع رد الجميل. بصراحه انا مهما اتكلم مش هقدر ارد جميلك يا محمد، انت بالذات بالاخص يعني بصراحه. اصدقائي لا، مفيش جميل ما بيننا نيفين. انا عايز اقول ان حلو قوي ان انت تفتكر للناس القريبه منك حاجات حلوه. انا بشكركم طبعا، وبشكر بشاير. صباح الخير يا بشاير. صباح النور يا محمد. وانتظرونا في الحلقه اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه، واتمنى لكم يوم سعيد، ويا رب على طول نبقى مع بعض ونكون بنقدر ان احنا نساعدكم ولو بحاجه بسيطه. بشكر كل فريق العمل اللي من خارج غرفه الكنترول من ورا الكاميرات، بشكرهم جدا لانه فعلا هم اللي بيقدروا يطلعونا بالشكل ده، وانا دايما بشكرهم لانهم ده قليل جدا عليهم، لانهم بيطلعوا الحاجات الحلوه اللي انتم بتشوفوها. بشكركم، وانتظرونا ان شاء الله يوم الجمعه مع برنامج كل الناس نيوز.